السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، حياكم الله في مقطع جديد. طبعا في هذا المقطع أنا الحين قاعد ألعب لعبة Call of Duty Mobile. طبعا صار لها فترة هذه اللعبة موجودة، ولكن مفتوحة فقط حق أماكن معينة حول العالم، وهي لعبة تجريبية. ولكن الحين الخبر الأكيد والخبر نقول أنه مبروك، فبإمكان الجميع الحين لعبة Call of Duty Mobile. سيجرب اللاعبين أسلوب المعركة السلس الذي تعرف به لعبة Call of Duty، إن خلال أنماط تنافسية محببة مثل Search and Destroy، Team Deathmatch، Free for All، وفي خرائط مثل خريطة Crash والمزيد. مع الوقت سوف يحصل اللاعبين على فرص فك شخصيات أسلحة Scorp Strikes وأعتاد كلاسيكي. طبعاً أشياء، يعني اللعبة هذه فيها أشياء جميلة جدا، وطبعا مبتكرة من لعبة Call of Duty. طبعا الفرق ان هذا فريق تشايني او شركة تشاينية عملته، طبعا بعد ما اخذت تصريح من شركة Activision وصار معاهم شغل الشركتين مع بعض طوروا هذه اللعبة. طبعا جميع اللاعبين حول العالم استطاعتهم انهم يلعبوا اللعبة. فيها العاب مثل لعبة أربعة ضد أربعة، طبعا هي الحين هذه اللي مفتوحة، ويتوقع راح يكون كذلك هناك اللي هي لعبة الباتل رويال، يعني مثل بابجي. واللعبة هذه راح تكون تتحدى بابجي بشكل كبير، بس صراحة اللعبة ممتعة، أمتعتني على الرغم من الجرافيك طبعا شوي تعبان. طبعا أنا ألعب اللعبة على البي سي للعلم. كيف السؤال؟ كيف انت لعبت اللعبة على البي سي؟ طبعا في وصلة انا راح احطها عندكم في الديسكريبشن، وصلة اللعبة عن طريق التليفون، ووصلة اللعبة انك تنزل برنامج وتعمل انستول على البي سي تبعك، وراح تنزل اللعبة على البي سي وراح تاخذ راحتك وتلعب على ما انت تريد. طبعا انا لعبت على الكيبورد وعلى الماوس، طبعا حاولت ان ارتب الجويستيك بس مو رضا. اهم حاجة تلعب مع الماوس والكيبورد راح تستمتع كذلك. طبعا بيكون الخط مع الموبايل نفسه، اللعبة انك تلعبها عن طريق محاكي في الكمبيوتر، وامورك طيبة ان شاء الله. طبعا اللعبة هذه صراحة يعني اخليكم تلعبوها وانتوا تحكموا بنفسكم، يعني انا استمتعت على الرغم منها اني غير محترف فيها. اللعبة سهلة على فكرة، لعبها بالكمبيوتر لعبة كثير سهلة. طبعا انا من النوع اللي ما اعرف العب عن طريق التليفون، تمام. فان شاء الله راح انزلكم مقاطع تدريجيا. طبعا هذا المقطع الاول راح يكون في هذه المرحله اللي حاليا موجودين احنا فيها وقاعدين نلعب. المهم راح تحصلوا الوصلات تبع الموبايل للعبه، وراح تحصلوا وصله تبع البرنامج اللي راح تنزلوه على الكمبيوتر وتلعب العاب التليفون على الكمبيوتر، ومنها لعبه Call of Duty موبايل. شكرا لكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك ونشر المقطع. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Down! Reloading! Changing back!
Enemy down! Tango down! Hostile care pack.